من إربيل معي مراسلنا وسام يوسف ليضعنا في آخر هذه التطورات في ما يحدث بين بغداد وإربيل. تفضل وسام. نعم، بما يخص التطورات التي حدثت صباح هذا اليوم، حيث أعلن رئيس الوزراء التركي تسليم معبر إبراهيم الخليلي للقوات العراقية، وتم رفع العلم العراقي فوق هذا المعبر. ليس هناك لحد الآن موقف رسمي من الحكومة العراقية لتأكيد استلامها معبر إبراهيم الخليل، بينما الجانب الكردي، القوات الكردية والحكومة الكردية رفضت أو نفت هذا الموضوع. والمسؤولون الأكراد يتحدثون عن سيطرتهم إلى حد الآن على هذا المنفذ، منفذ إبراهيم الخليل. وهناك محادثات، كما أوضح المسؤولون، هناك محادثات خلال الأيام القادمة أيضا حول هذا الموضوع، وموضوع تسليم المعابر الأخرى إلى الحكومة العراقية أو الحكومة الاتحادية. بعض الضباط ذكروا أن تسليم هذا المعبر تم من الجانب التركي، يعني القوات العراقية موجودة على الجانب التركي من المعبر، بينما الجانب العراقي من المعبر لا زالت تحافظ عليه قوات البشمركة وهي متواجدة فيه. نعم. ما أهم ما يجب أن نعرفه عن هذا المعبر؟ هذا المعبر هو المعبر الرئيسي. يمكن هناك معبر آخر الذي هو على على المثلث الحدود السوري العراقي، ولكن هذا المعبر هو المعبر الرئيسي بين تركيا والعراق، بملايين الدولارات شهريا تدخل البضائع من تركيا إلى العراق. ولهذا فإن استلامه من قبل الحكومة العراقية يمكن أن يوفر الكثير من أموال للحكومة العراقية، إضافة إلى كما ذكر رئيس الوزراء التركي أن هذا سيكون عقابا كبيرا لإقليم كردستان، تسليم هذا المعبر إلى الحكومة العراقية، لأن حكومة إقليم كردستان كانت تجني الكثير من أموال الضرائب والجمارك من هذا المعبر. أهم معبر، يعني أهم معبر يربط العراق مع تركيا هو هذا المعبر، وأوسعه، حيث يربط الشمال العراق بجنوبه. بإمكان الشاحنات العراقية إذا تم السيطرة عليه من قبل القوات الاتحادية أن تستمر بالعبور من تركيا إلى كافة مناطق العراق وإلى جنوب العراق. نعم. شكرا لك على كل هذه المعلومات وسام يوسف مراسلنا من إربيل.